بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. ضيفتي في الاستوديو هي مؤسسة مبادرة لتسويق منتجات رائدات الأعمال على المنصات الإلكترونية، هي الأستاذة نيلي حماد. اتخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة واشتغلت في مجال الهندسة المدنية لمدة 3 سنين، ثم من بعدها في مجال التدريس لمدة 14 سنة. تدرجت الأستاذة نيلي في مجال تدريس الدبلومة الأمريكية، ومن بعدها اتجهت لمجال الصناعة الطبية، وهي في الحقيقة شريك ومدير تنفيذي لإحدى المجموعات الطبية بالمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية. من 4 سنين فكرت ضيفتي في إنشاء مبادرة لتشجيع رائدات الأعمال من السيدات على تسويق منتجاتهم من خلال المنصات الإلكترونية، وتشجيع فكر التجارة الإلكترونية بوجه عام، وكيفية استخدام خدمات الدفع الإلكتروني. وأصبحت المبادرة تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيشترك فيها رائدات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. خلينا نرحب بضيفتي في الاستوديو الأستاذة نيلي حماد، خبيرة التسويق الإلكتروني. برحب بحضرتك معنا أستاذة نيلي. أهلا وسهلا يا أستاذة سما. بداية كلمينا عن مسألة التجارة الإلكترونية بوجه عام، وإزاي جت لك فكرة المبادرة؟ والله هو الفكره ان جنرال كانت موجوده من زمان، بس هو فكر ان رائدات الاعمال يحطوا حاجتهم على منصات الكترونيه ده ما كانش مستحب قوي. كانوا سيدات كتير بيحبوا يستخدموا زي الجراوند اكزيبيشنز اللي هي المعارض الارضيه وكده، فبدانا نقنعهم نقول لهم ليه ما تفكروش ان انتوا تحطوا حاجتكم على منصات الكترونيه، وفي نفس الوقت انتوا بتوفروا فلوس المعارض دي، والماركتنج طبعا بيبقى قوي جدا من خلال البوابه الالكترونيه. الفكر ده كان فيه زي مقاومة شوية، وقعدنا سنة تقريبا بحالها، لأن كانت المبادرة في أواخر 2018. قعدنا في 2019 بنقنع سيدات كتير في مجال التجارة الإلكترونية، لغاية لما بدأوا شوية شوية يبتدوا إيه يقتنعوا. بعد كده حظنا كان حلو شوية إن إحنا نزلنا تحت وزارة الاتصالات في فبراير 2020. بدأت الوزارة تساعد أكثر المنصات الإلكترونية إنها تطلع على السطح. في منصات إلكترونية معروفة طبعا في السوق، بس احنا مش هنذكر اسمها طبعا علشان ما يبقاش بنعمل لها دعاية. بس المنصات الإلكترونية دي عندها طبعا دعاية كبيرة جدا، وبتعمل إعلانات ممولة قوية، فبتعرفي تشوفيها دايما على صفحات التواصل الاجتماعي. اللي عملته الوزارة انها ساعدت حتى المنصات الصغيرة دي انها تبقى موجودة فترة كبيرة في السوق، بتديهم دعم فني ودعم مادي، بتدخلوا مسرعات الأعمال هي تيك تبع وزارة الاتصالات، بحيث ان البوابات دي تكون موجوده فتره كبيره في السوق وتساعد رائدات الاعمال ان هم يحطوا حاجاتهم. بالاضافه بقى حاجه ثانيه، ان البوابات الالكترونيه اللي احنا بنتعامل معاها في المبادره مش بتفرض احجام كبيره من الاعمال، يعني مش بتقول لسيده الاعمال لا انت مضطره تحطي 50 قطعه او 100 قطعه عشان تعرفي تبيعي، لا بتاخد مثلا احجام صغيره من المبيعات 10 20 وبتبتدي تسوق لسيدات الاعمال مقارنه بالظبط ببوابات الكترونيه اخرى. طبعا كان حظنا حلو جدا في فتره، مش عايزين نقول كده، بس مصائب قوم عند قوم. فتره جائحه كورونا طبعا دي الفتره اللي شجعت الجميع انه يتجه الى التسويق، لان طبعا حضرتك المعارض اللي هي الجراوند اكزيبيشن اتلغت، فبقوا السيدات يقولوا طب انا هعرض فين، او انا فين ممكن احط المنتج بتاعي، المنتج بتاعي يتشاف فين، فابتدى يتحط على بوابات الكترونيه، وابتدت السيدات خلاص تجرب بقى البوابات الالكترونيه بقوه، وتقول لك لا خلاص انا مستريحه من حته ان انا انزل جراوند اكزيبيشن واحط حاجتي على الالكترونيك جيت، والالكترونيك جيت يساعدني في الماركتنج. طيب قدرتي ازاي يا استاذه نيلي انك يعني تدربي السيدات على استخدام خدمات الدفع الالكتروني اونلاين؟ طيب احنا في شقه تانية برضو جنب البوابات الالكترونيه اللي هو الالكترونيك بيمنت. الالكترونيك بيمنت ده اللي هو خدمات الدفع الالكتروني، اللي هو مثلا انا سيده اعمال وحطيت حاجتي خلاص على بوابه الكترونيه وبعت، فطبعا بيطلع لي حاجه من الاثنين، بيطلع لي مثلا يا شيك من البوابه الالكترونيه بيروح لي على بنكي، اما انا بروح مقر البوابه باخد فلوسي. الموضوع ده فيه زي تايم كونسيومينج وهاسل شويه، وبتبقى دورة راس المال لسيدة الأعمال بتبقى ما بتبقاش سريعة. فابتدينا نخش نوضح إنه المشتري يا إما بيشتري كاش موني بالزبط، أو بيدفع بالفيزا. بس دي ملهاش دعوة بالإلكترونيك بايمنت. الإلكترونيك بايمنت دي حاجة تانية بيسميها محفظة إلكترونية لرائدة الأعمال. يعني أنا مثلا خلاص بعت حاجتي من على البوابة الإلكترونية، البوابة عايز تديني فلوسي، أنا مثلا اللي حطيت مثلا شنط، حطيت مثلا أي حاجة إكسسوارات أو كده، فعايزة تديني فلوسي. فالبوابه بتعمل ايه؟ بتحط لي حاجتي في المحفظه الالكترونيه، بتوفر عليا ان انا اروح مكان البوابه نفسه، او ان انا اروح البنك او اطلع شيك او كده،
وببتدي اتعامل مع المحفظه دي كانها زي وولت محفظه بتسرع عندي دايره راس المال بتاعتي بالطريقه ديت. في طبعا شركات كتيره جدا برضو مصري موجوده في السوق، هي دي برضو اللي بنتعامل معاها ان بارلل مع البوابات الالكترونيه. كان في سهوله في اقناعهم في مساله الدفع الالكتروني؟ لا، الموضوع ما كانش كله سهل في الاول، لان برضو فكره الالكترونيك ماركتنج ما كانتش يعني مستحبه للسيدات. السيدات بتقول لك لا، انا حابب ان انا اشوف الكلاينت فيس تو فيس كده واتكلم معاه واقنعه. بس طبعا مش كل السيدات بتتوفق في المعارض اللي هي الجراوند، وطبعا للاسف بيصرفوا مصاريف كبيره جدا طبعا في اللي هي الترابيزات والنقل وحاجات كتير. بلس مشكله تانية حضرتك اللي هو الماركتنج، اللي هو الماركتنج سيجمنت. انا مثلا سيده مثلا في مجال الاعمال وبعمل شنطه، وبس شنطتي دي بتتكلف 1000 جنيه. انا مش ضامنه ان الشخص اللي جاي يشتري شنطه ده يشتري الشنطه اللي ب 1000 جنيه. انا ممكن الاقي حد جاي يشتري شنطه ب 200 مثلا او ب 300. طب هو الكلاينت ده فين، او فين الشخص اللي انا اقدر اوري له شنطتي الغاليه دي؟ البوابات الالكترونيه بتساعد بقى في الحته دي، ان هي بتبقى دارسه الشريحه، بتختار الفئه والشريحه. شوف ايه مثلا، ايه بتختار الشريحه، بتختار الفئه اللي تقدر تدفع. ليه؟ لان هم حضرتك عندهم احصائيات، هو عارف فين الكلاينت اللي يقدر يدفع رقم زي ده، وبيبتدي يعمل اعلانات مموله في منطقه معينه مثلا، تبتدي تطلع لك الشنطه دي فتعرفي تشتريها. بتستهدفوها ازاي استاذه نيل؟ يعني عن طريق الاماكن السكنيه، ولا عن طريق رصد مثلا يعني عمليات شراء سابقه؟ بصي، الاثنين اللي حضرتك قلتيهم. طبعا الاماكن السكنيه، يعني مثلا في مناطق سكنيه مثلا بتبقى الليفل بتاعها عالي، وبلس حضرتك قلتي مثلا الناس اشترت قبل كده في المكان ده. التو يعني التو انفورميشن اللي حضرتك قلتيهم دول، دي داتا البوابات بتستخدمها. الداتا دي حضرتك صحيح احنا كلنا بنحس بده. يعني احنا وانس بندخل على منتج معين بنلاقي فعلا في ترشيح لمنتجات ثانيه مشابهه جدا. ليه بقى؟ اللي حضرتك بتقوليه دوت، دي داتا بتبقى عند البوابات الالكترونيه، ما بتبقاش عند رائده الاعمال. هي رائده الاعمال هي بتركز طبعا في انها تصنع. التصنيع نفسه عمليه مجهده، فاحنا بنقول لهم لا، انتوا ركزوا بقى في التصنيع وخلي البوابات تعمل كده. فزي ما انت قلتي، هي بيبقى عندهم داتا، هي عملت مثلا اعلان ممول في المنطقه دي وشافت ان في كلاينت قادر يدفع 1000 جنيه، او مثلا منطقه سكنيه راقيه مثلا تقدر تدفع مثلا الرقم ده، فبتبتدي مثلا تعمل اعلان ممول في المكان ده كده مثلا. ايه اكتر المنتجات او ايه نوعيه المشروعات الصغيره اللي بتلاقي اقبال عليها على البوابات الالكترونيه؟ والله بصي حضرتك، هو كل حاجه، بس هو في بتبقى مشكله كبيره جدا بتواجهنا دايما مع رائدات الاعمال، واحنا دايما حتى ما بديهم ورش العمل بننبه عليهم دايما على الكلمه دي، بقول لهم خلي بالكم انتوا البوابه بتتعامل مع صوره. يعني هي ايه؟ هي صوره بتتحط على البوابه الالكترونيه، فانت كرائده اعمال عندك تشالنج كبير جدا ان الصوره دي توصل بالظبط لايد المستهلك نفسها. يعني لا حاجه مختلفه. ده تخوف بقى. انا اقول لحضرتك انه فعلا اوقات ناس كتير بيقلقوا من مساله الشراء اونلاين. هل بالزبط. نفس الكواليتي، نفس الجوده، نفس الالوان، نفس المقاسات؟ احيانا بتبقى المقاسات مختلفه. دي بصي بقى حضرتك، دي ورش عمل كبيره جدا بنعملها حتى مع وزاره الاتصالات، وبتنبه على رائدات الاعمال، بتقول لهم انت لو عايزه تكوني سكسسفول سيلر، بيسموها كده سكسسفول سيلر على الالكترونيك جيم، بائعه ناجحه، لازم يبقى فيه كرايتيريا معينه انت لازم تلتزمي بيها. الصوره اللي رايحه لصاحب البوابه هي نفس المنتج ده بالظبط، لا حاجه زياده ولا حاجه اقل. طبعا احنا بنسمع كلمه حلوه جدا من رائدات اعمال، يقول لك انا لما المنتج وصل لايد العميل قال المنتج ده كان احسن من الصوره. فهي كده قائدة أعمال هي نجحت إنها تبيع كويس على منصات التواصل. بتقدروا تحكموا ده وتقيموه إزاي؟ يعني هل في من عندكم مندوبين خلينا نقول بيتواصلوا مع يعني أصحاب المنتجات، ولا مطلوب إن هم يجوا مخصوص بمنتجاتهم؟ بالظبط. بصي حضرتك، هو مش مندوب، هو إحنا بنسميه حاجة اسمها الكاتيجوري مانجر. كل بوابة بتبقى معينة شخص مسؤول عن الحاجة اللي جاية البوابة دي، بتعمل زي انسبكشن، بتتأكد إن الكواليتي دي مظبوطة. ما أنا برضو خلي بالك لو الحاجه دي راحت لايد العميل ورجعت تاني، البوابه في مشكلتين، في مصداقيه هنا دلوقتي، مشكلتين كبار بالظبط. هي مصداقيه دي اول حاجه، ما انا طلبت حاجه وهي ما طلعتش شبه الصوره، انا مش هتعامل مع البوابه دي تاني. والمشكله الثانيه حضرتك اللي البوابه بتتحملها، التكلفه بتاعه سياسه ارتجاع المنتج، ان انا برجع المنتج ده تاني وانا بتكلف نقل، فانا كده كبوابه هبتدي اخسر. فالبوابه بتتكلم مع رائده الاعمال، خلي بالك وانت بتحطي المنتج لازم يوصل لايد العميل زي الصوره، اما كانش احسن. دي بتبقى نجاح السيده على المنصه،
بلس ان زي ما حضرتك قلتي ان هو الكاتيجوري مانجر اللي هو الشخص اللي بيفلتر الحاجه اللي بتتحط على البوابه لازم تبقى مظبوطه بالظبط والصوره بتبقى واصله لايد العميل زيها بالظبط زي المنتج. مقارنه دلوقتي بمن سنتين او ثلاثه فاتوا حجم اقبال السيدات واصحاب المشروعات اختلف قد ايه؟ لا اختلف كتير جدا، لان برضو انا هذكر بصراحه برضو الوزاره، وزاره الاتصالات ساعدتنا جدا، لان خلي بال حضرتك هو الفكر ده ما كانش موجود قوي زمان، هو الفكر ابتدى يبان اكتر في 2019 في جائحة كورونا لما السيدات بدأوا تتلغي المعارض يقولك أبيع من فين. الوزارة بدأت كمان تدور على المنصات الإلكترونية المصرية اللي موجودة في السوق. أنا بأكد على الحتة دي، هي منصات إلكترونية مصرية مش اللي هي المنصات الانترناشنال اللي موجودة، اللي طبعا مش هنقدر نقول اسمها عشان ما نبقاش بنعمل لها دعاية، لكن هم طبعا معروفين. أما بتفتحي طبعا الفيسبوك والإنستجرام بيطلعوا لك. ابتدت إنها تساعد البوابات إنها تكون موجودة على السطح، وبتساعد كمان بورش عمل للسيدات اللي عندهم احجام اعمال صغيره ومتوسطه، وتقول لهم ازاي يحطوا حاجتهم على المنصات دي. فهي من ناحيتين طبعا لا الكيرف عالي جدا، ما بقاش زي زمان، بلس ان السيدات دول بداوا يحسوا بدوره راس المال انها بدات تبقى سريعه. انا بدات احط فعلا حاجتي وحاجتي بتتباع، وفي شق كبير جدا من التسويق متشال من عليا بسبب البوابه الالكترونيه. طيب خليني اسالك بقى شخصيا استاذه نيلي، يعني اشتغلتي في مجال الهندسه طبعا المدنيه زي ما قلنا لمده 3 سنين وبعدها تدريس 14 سنه، كلميني عن مشوارك. والله هو انا كنت حابه جدا، يعني اتخرجت يعني من هندسه، انا كنت داخله هندسه حابه الهندسه المدنيه، والدي نفس المجال فكنت حابه ان انا ابقى زيه. اشتغلت 3 سنين وبعد كده المجال بصراحه كان صعب، هو صعب لسيده. بعدين اتجهت لمجال الإدوكيشن ظنا مني ان هو كان سهل، بس للاسف هو مش سهل خالص، خصوصا بقى طبعا لو انت يعني شخص عنده ضمير بتحسي طبعا الاطفال دول كلهم زي اولادك. قعدت 14 سنه في مجال الامريكان إدوكيشن، وصلت يعني لمنصب كبير لغايه 2016، وابتدى جوزي يقول لي لا انا محتاجك في البرايفت بزنس بتاعنا. انا عندي مصنع في المنطقه الحره في الاسماعيليه بننتج ميديكال ديسبوزابلز. وفي خلال الوقت ده بدات افكر ان انا اعمل المبادره بتاعتي اللي هي تشجيع سيدات على التسويق الالكتروني. دي كانت نقطه التحول. دي كانت نقطه التحول، لان انا شفت بصراحه دعم كتير من الدوله في حاجات كتير، يعني مثلا دعم غرفه الصناعات، في مبادرات كانت كتير كانت معانا، ففكرت قلت ليه ما اعملش حاجه صغيره حتى للسيدات. فده كان البدايه يعني. بس طب دلوقتي للسيدات الطموحات زيك طبعا استاذه نيلي اللي بيسمعونا، ايه وجه ال يعني المعوقات كانت نسبه وتناسب قد ايه مع التسهيلات اللي وفرتها الدوله؟ والله بصي حضرتك، هو طبعا من ضمن المشاكل برضو اللي ريسنتلي شفناها ان برضو كان في سيدات بداوا يبتدوا يعملوا صناعه صغيره ومتوسطه، بدات تدخل قصه الضرايب. دي كانت مشكله برضو للسيدات، هم مش كلهم قادرين طبعا يدفعوا كده، وفي نفس الوقت انت لازم تمشي بطريقه ليجل. فبدات منصات من اللي نتعامل معاها بدات تعمل حاجه جميله جدا، انهم ينزلوا تحت الصناعات الصغيره والمتوسطه ويبتدوا يقولوا احنا هندفع احنا الضرايب عن السيدات دول، فانت انتجي براحتك زي ما انت عايزه، انت خلاص انت ظهورك عندي في المنصه ده بطريقه ليجل وانا اللي هدفع الضرايب عنك. فدي كانت حاجه من ضمن الحاجات اللي شجعت السيدات كمان ان هم يشتغلوا اكتر يعني في المجال. وانا متاكده ان هم اتشجعوا اكتر دلوقتي بعد ما شافوا تجربه حضرتك استاذه نيلي حماد. انا بشكرك شكرا جزيلا، ميرسي جدا لحضرتك. ميرسي جدا استاذه نيلي حماد خبيره التسويق الالكتروني، نورتينا النهارده. ميرسي جدا استاذه سامر.